فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالمغرب، لا أحد ينكر على أنه كانت هناك فترات صعبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في المغرب. يعني الدولة اعترفت على أنه كانت هناك سنوات الرصاص. المغرب مشى في إطار المصالحة، في إطار الإنصاف، في إطار تعويض ضحايا الاعتقالات القسرية والتعسفية. هذا مسار صحيح بالنسبة للمغرب. البداية كانت في إطار كما قلنا في إطار دولة الحق والقانون، ثم بعد ذلك الإنصاف والمصالحة، بعد ذلك المغرب ملزم في إطار مجموعة اتفاقيات الدولية على أنه أن ينهج مسارا إيجابيا فيما يتعلق بالحقوق والحريات. ثم يأتي بعد ذلك دستور 2011 الذي يتضمن مواد عديدة تتعلق بالحقوق والحريات. المغرب صادق على مجموعة من اتفاقيات الدولية. كنجيو كنلقاو بأنه دستور 2011 كنلقاو مجموعة، المغرب انتقل من دولة الحقوق والقانون وأصبح دولة المؤسسات. كنلقاو مؤسسات اللي هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الوطني، المجلس المتعلق بالثقافة الأمازيغية. إذا ثقافة حقوق الإنسان أصبحت مكون أساسي في المجتمع المغربي. الحقوق والحريات لا تقتصر فقط على المحاكمة العادلة، ولكن الحقوق والحريات هي مسار يومي نعيشه بشكل يومي. كنلقاو على أنه هناك حقوق فيما يتعلق بالبيئة، الصحة، التعليم، مقاولات، الجانب، الأمور كثيرة، وبالتالي مفهوم الحقوق والحريات أصبح مفهوما أوسع الحمد لله. وهذا هو اللي جات به الآن الخطة الوطنية، واللي هي كنقولوا بأنه ليست وليد اليوم، ولكن هو عمل البداية كانت في حكومة ديال اللي كانت في 2008 ومدة ديال 10 سنوات. والمغرب فتح حوار مع الهيئات الحقوقية، مع المجتمع المدني، مع جهات متعددة، والآن هذه هي الخطة الوطنية التي صادقت عليها الحكومة في دجنبير 2017. هذه خطة نقول على أنه لابد من خلق آليات لتنزيل وتفعيل هذه الخطة. لابد أولا من انفتاح المحيط وعلى المجتمع. ثقافة حقوق الإنسان لا يجب أن تقتصر على ما دم تضمينه في أوراق وتم توزيعها، ولكن ثقافة حقوق الإنسان خصها تكون عندنا في البيت، في التربية، في الأسرة، في المجتمع المدني. وبالتالي لا بغينا ننجحوا هذه التجربة ونقول على أنه المغرب يسير في مسار صحيح. أنا أقول على أنه المحامي يتحمل المسؤولية، وكنقول ما هو دور المحامي في تنزيل وتفعيل هذه الخطة الوطنية. دور المحامي يتجلى على أنه يجب تغيير مسار ترافع ديالنا أمام القضاء. يجب من الضروري على أنه أن تتضمن مرافعة السادة المحامون ومذكراتهم الاتفاقيات الدولية والتي صادق عليها المغرب، ويجب تنزيلها والتشبت بها والدفع بهذا الدفوع ليها دفوع جدية. وبالتالي باش نوصلوا بالمحامي لهذا المسار وكذلك القاضي خصنا نهتموا بمجال التكوين، وهنا كنقولوا التكوين التخصصي. يجب على الهيئات المهنية أن تتحمل مسؤوليتها في هذه الفترة، وأننا ما بقوش نتسناو على أنه المراسم التنظيمية وأنه عادي تكون المعاهد الجهوية التي سوف يتم إحداثها من طرف الدولة. أنا أقول على أنه أستاذ النقابة والهيئات تتحمل المسؤولية ديالها في الفترة المقبلة. برنامجي التكوين خصنا نتحملوا فيه المسؤولية، وخصنا نكونوا على أننا نكونوا هذه الأجيال الصاعدة وهذه القاعدة الشبابية. وبالتالي هذه رسالة أوجهها في هذا الإطار، ونحن الحمد لله عازمون من خلال هذا المجلس الآن اللي كنقول لكم اليوم، وبلا ما نقول لكم هذا الرقم، في ظرف 6 شهور ما بين بين ندوات التكوين الأساسي والتكوين المستمر والأنشطة التي يتم تنظيمها على مستوى دار المحامي، أكثر من 33 ندوة كانت ندوات ناجحة. وهذا الحمد لله هذا هو اللي عادي يخلينا إلا تمينا برنامج التكوين عادي تكون عنده إيجابيات فيما يتعلق بمحاربة المنافسة التي أصبح يعيشها قطاع المحاماة. هناك مكاتب أجنبية ومكاتب تحصيل، وبالتالي المواطن والزبون والموكل يبحثوا عن الجودة. الجودة يجب تجسيدها من خلال تكوين السادة المحامون. يجب أن نعطيها منتوجا جيدا لفائدة المواطن ولفائدة العدالة. وشكرا.